هذه السائلة التي أرسلت بسؤالين، السؤال السائلة شين با تقول: فضيلة الشيخ، أنا دكتورة أعمل في مستشفى يحتاج بعض المرضى من خارج المستشفى لأدوية موجودة في المستشفى، هل يجوز لي أن أصرف لهم دواء من المستشفى على اسم مريض آخر داخل المستشفى، وهل آثم بذلك؟ نعم، هذا لا يجوز، لا يجوز صرف دواء لمريض باسم مريض آخر، لأن هذا من الكذب، ولكن عليك بالتزام الطريق الصحيح. نعم.